رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل بموضوع الخلاف الحاصل بين بغداد وإقليم كردستان فيما يخص الموازنة الاتحادية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن ترى بأن الموازنة التي تمت المصادقة عليها في الأيام الأخيرة شأن داخلي عراقي. وأكدت أن واشنطن تربطها علاقات جيدة بالكرد والحكومة العراقية، ولهذا تشجعهما على العمل معا في سبيل حل مشاكلهما.